اليوم تحت مظلة جمعية أصدقاء دلالة الفنون الأدبية هذا الراحل الكريم، نرحب كل ترحيب بأحبابنا من هنا ومن هناك، عبد الحميد أحمد علي والقاص محسن النوبي والشاعر حسام العربي. ناديت يا جسدا تورد في البهاء وأطلق العينين في نهر الدجى، قتل الظلام واجيد التي قد أكسبت للضوء ألغام الهوى، هل آل للقلب اقتطاف الصب من همس الخمائل، أم آل للثغر اكتشاف الفيض من نهر العيون الناعسات على دمي؟ ناديت يا جسد البدايات الألق للقلب ترتيب